يروي ابن الجوزي وابن قدامة المقدسي في كتابه التوابون يروي الخبر التالي: أسرة مكونة من زوج وزوجة ومجموعة بنات منسوبة إلى بيت النبوة، يرقى نسبها إلى سيدنا علي كرم الله وجهه. نعم، كانت تقيم في مدينة بلخ قريبة من سمرقند. مرض رب هذه الأسرة وتوفي. بقي من هذه الأسرة الأم وبناتها. وقعت الأم في ضائقة مالية شديدة، وأخذت تعاني مع بناتها من فقر مدقع. ماذا تصنع؟ عز عليها أن تطرق أبواب الناس في مدينة أهلها كلها يعرفون زوجها ويعرفونها، عز عليها أن تفتضح. فأخذت بناتها وسافرت بهن إلى قرية من أعمال سمرقند، يعني من ضواحي سمرقند، تقصد الذهاب إلى مكان لا يعرفها فيه أحد من أجل أن تتمكن من طرق أبواب الرزق بأي وسيلة من الوسائل، بخدمة، بطلب، نحو ذلك. وجدت مسجدا مفتوحا فأدخلت بناتها في هذا المسجد، ومضت تبحث عن وسيلة من وسائل الرزق. دخلت القرية، دخلت سوق القرية، فوجدت رجلا يجتمع عليه بعض الناس، سألت عنه، قالوا هذا شيخ القرية، فشدت نفسها إليه واتجهت إليه وقالت له نعم، يعني أسرت إليه كلاما لا يسمعه الآخرون. حدثته عن نفسها، قالت له: أنا من بيت النبوة، أنا يرتقي نسبي إلى سيدنا علي رضي الله عنه، فأنا علوية النسب، وقد مسنا الضر وآل حالنا إلى كذا وكذا وكذا. فقال لها: هل لك بينة على أنك من سلالة سيدنا علي؟ هل لك بينة على ذلك؟ فقالت له المرأة: ليس في هذه القرية أحد يعرفني، لا أستطيع أن آتيك ببينة. فأعرض عنها شيخ القرية، فمضت على وجهها خائبة تريد أن تعود. رأت رجلا أيضا مظهره يدل على أنه صاحب نعمة، صاحب ثروة، سألت عنه، قالوا لا، هذا رجل مجوسي ثري، ألهمها الله أن تشد نفسها إليه، وسلمت عليه وقالت له كما قالت لذلك الشخص الآخر: شيخ القرية، الرجل المسلم. نعم، قالت له: أنا من آل بيت رسول الله، ويرقى نسبي إلى علي رضي الله عنه، فأنا علوية النسب، وتركت صبية لي بناتي في مسجد هنا يتضورن جوعا، فهل من سبيل إلى قوت أو كذلك؟ فأمر خادما أو واحدا من أعوانه أن يمضي بي إلى حيث البنات، وطلب منه أن يأتي بهن إليه إلى داره. فمضيت به إلى حيث يوجد البنات ونقلهن جميعا، ومضينا إلى دار
هذا الإنسان المجوسي. تقول دخلنا داره فأكرم وفادتنا، أكرم البنات، ألبسهن أجمل الثياب، وقدم لهن الطعام، وأنزلهن ضيوفا مكرمات عنده. نعم. أما ذلك الإنسان المسلم شيخ القرية الذي طلب منها البين على أنها علوية النسب منسوبة لسيدنا علي، نام في تلك الليلة ورأى في الرؤيا أن القيامة قد قامت والناس متراصون مزدحمون، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعد والناس يقبلون إليه يلتمسون الشفاعة، فأقبل هو أيضا واقتحم الناس إلى أن وصل إلى رسول الله. قال له: يا سيدي، يا رسول الله، أنا إنسان مسلم من أمتك وأنا حالي كما ترى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من بينة على ذلك؟ احتار الرجل ماذا يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد فقال: ألك بينة على ما تقول؟ واستيقظ. لما استيقظ علم معنى هذه الرؤيا، وعلم السبب الذي من أجله أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظوا أيها السادة والسيدات، الخبر صحيح بسند سليم، يرويه ابن قدام المقدسي في كتابه التوابين، ويرويه ابن الجوزي الدقيق في أسانيده. نعم. أخذ يبحث هذا الإنسان شيخ القرية عن أسرة جاءت إلى هذه القرية بالأمس، وأخذ يبحث ويبحث ويبحث إلى أن علم أن هذه الأسرة في بيت فلان المجوسي. طرق بابه، خرج الرجل، قال له: أين المرأة العلوية؟ قال له: عندي. قال لا، قال له: ادفعها إلي، عطنيها. قال: لا، ليس لك إليها من سبيل. قال: سأعطيك 1000 دينار على أن تعطيني هذه المرأة وبناتها. فقال: ليس لك إلى ذلك أي سبيل. وأخذ يلح، فقال له: لا تلح، لا تدل علي بإسلامك، الشيء الذي رأيته رأيته، لقد دخلت هذه المرأة المباركة بيتي وتباركت الدار بها، ولم نبت إلا ونحن جميعا مسلمون مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ليس لك إليها من سبيل. والنعمة التي كنت تتوقعها لنفسك هي لي. نعم. كيف كانت هداية هذا الإنسان؟ ما سر هذه الهداية؟ الهداية بهذه الرحمة الإنسانية، مجوسي غير مؤمن إلا بالنار التي كان يعبدها، لكن الرحمة الإنسانية باب من أبواب الرحمات الإلهية، الراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم.